أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتجربة الديمقراطية المصرية وبجذور العمل المصري البرلماني الضاربة في التاريخ خلال مشاركته والوفد البرلماني المرافق في احتفالية البرلمان المصري بمرور 150 عاما على قيام أول مجلس نيابي مصري. الغانم وصف البرلمان المصري بأنه لاعب رئيسي لا غنى عنه في العمل البرلماني العربي، وأشاد في كلمة له بهذه المناسبة بعلاقة التعاون المميزة والاستثنائية بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان المصري. نتشرف بالمشاركة في هذه الاحتفالية المميزة بمناسبة مرور 150 عام على تدشين الحياة النيابية في مصر. مصر من أعرق الدول، هي الخامسة في العالم من حيث أقدمية التجربة النيابية. عندما دشنت الحياة النيابية في عام 1866، إضافة إلى أهمية مصر القلب النابض للأمة العربية والدور الكبير المهم للبرلمان المصري في كل المراحل، أهمية مشاركته في العمل العربي المشترك. وعندما كنت رئيسا للاتحاد البرلماني العربي بفضل من الله سبحانه وتعالى وفقنا في إعادة البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي في أسرع وقت ممكن، ورفع الإيقاف الذي كان مفروض عليه بسبب غياب الحياة البرلمانية. هذا الحضور المميز من كل بقاع الأرض، من كل الدول في أوروبا، آسيا، أفريقيا، الوجود العربي المميز دليل واضح على مكانة مصر ليس فقط في قلوب العرب إنما مكانتها العالمية والدولية. الأخ العزيز معالي الرئيس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يرتبط بنا بعلاقات مميزة جدا مع البرلمان الكويتي ومع الكويت، ولقائنا كان جدا مثمر، ويعني تبادلنا العديد من الأمور والهموم العربية وتأكيد على مواصلة جهودنا المشتركة في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة ما بين الدولتين الشقيقتين. هناك خطط طموحة وهناك تحديات كبيرة تواجه مصر وتواجه الكويت وتواجه كل دول المنطقة تستدعي المزيد من التعاون والتنسيق ما بين البرلمانات العربية، وهذا ما نقوم به مع البرلمان المصري. وأعتقد العلاقة البرلمانين الكويتي والمصري هي علاقة جدا خاصة وجدا مميزة ومضرب مثل. أنا أعتقد عقدها في مدينة شرم الشيخ فيها رمزية، وأيضا تأكيد على أهمية هذه المدينة التي تضررت بسبب ما تعرضت له من حوادث إرهابية في السابق، تسببت في تعطيل أو تأخير أو تخفيض قطاع السياحة في هذه المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجاوز مصر بشكل عام وشرم الشيخ المصاعب والمتاعب الاقتصادية التي واجهتها، واعتقد حضور الجميع الى هذه المدينة فيها يعني رمزية كبيرة، وستعود ان شاء الله في القريب العاجل الى ما كانت عليه. القمم العربية الأفريقية هي قمم في غاية الأهمية، واخر قمة عقدت في الكويت 2013، وهناك قمة أيضا ستعقد في أفريقيا لاحقا. أعتقد العمل البرلماني كان مواكب لهذه القمم، وفكرة جدا رائدة وجيدة بأن يعقد البرلمان العربي والأفريقي يوم غد جلسة مشتركة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أنا أعتقد قمة الكويت التي كانت برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه من أنجح القمم من كافة النواحي، سواء من حيث القرارات والآليات التي خرجت بها وهي آليات واقعية، من حيث الحضور المميز اللي كان موجود في الكويت، وكانت نقلة نوعية في العلاقات العربية الأفريقية. الآن يواكب هذا الأمر تحرك برلماني وعقد قمة برلمانية عربية أفريقية. نتمنى للأخ رئيس البرلمان العربي والأخ رئيس البرلمان الأفريقي كل التوفيق في إنجاح هذه القمة وفي ترجمة القرارات الناتجة عن قمة الكويت إلى واقع عملي ملموس يحقق الأهداف التي ذكرت في البيان الختامي لقمة الكويت.